تعالى نفترض ان للاسف طرف من الاطراف اضطر يسيب البيت، طبعًا. الاولاد نهندل معاهم الموضوع ازاي؟ تاني يقول ايه؟ خلينا نقول مثلا ان ابتداء من سن 7 سنين الطفل بيبقى فاهم كويس، وبيبقى فاهم ومش مبين لكم انه فاهم، تمام، لانه طفل مصلحجي، يعني عايز مصلحته في ايه؟ في اني انا الاقي اكل في البيت والاقي شرب واروح مدرستي في ميعادها، ولما ارجع الاقي حد يذاكر معايا، الاحتياجات الاساسيه اللي سواء كان بابا او ماما هو اللي بيستفها لي، وغالبا بتبقى الام في الفتره دي. فلو الام قررت تسيب البيت اعتقد انها ام بتبقى بتتخلى بشكل او باخر عن مسؤولياتها ناحيه ولادها، ممكن تاخدهم احيانا، بتاخدهم واحيانا الاب اللي بيمشي، يعني انا قصدي بيبقى في فرايتي. تمام، انا كل الفرايتيز دي بتبقى في الاخر ضد الاولاد، ضد الاولاد. بس انا شايف ان اذا كنا يعني اذا كان البيت ده ليه مجلس اداره وليه اعضاء اللي هم الولاد، فما فيش مانع نطرح عليهم الامر. الاعضاء دي بيجي بقى يسالوا يقولوا ايه؟ هو بابا مش في البيت ليه؟ والله بابا مش في البيت علشان انا مزعلاه، انا اللي مزعلاه، خدوا بالكم، بس عشان انا اللي مزعلاه، عشان الستات او الرجاله او الطرفين كل واحد فيهم بيحاول يشبع الولد بوجهه نظره هو بخلاف الراي الطرف الاخر عنده وجهه نظر شكلها ازاي، فالولد بيفضل طول الوقت طول ما هو في حضانه الام او جنبها متبني وجهه نظرها. ما هو ممكن يخاف ان الاولاد يفتكروا ان انا الغلطانه لما اقول لهم انا اللي مزعلاه. جميل، ما يفتكروا انا غلطان، بس انا عندي ساعتها طول اليوم حاجات ايجابيه انا بعملها معاهم، صح، فهتخليها ما يشيلوش مني قوي. بس فكره ان انا شايلهم من الغايب اللي ملوش حق الرد وما اديتوش فرصه يبرر لنفسه كاني بشايلهم منه. خلي بالك ده بيحصل في الانفصال، الست بتقعد تشبع الولد بفكره ان باباك وحش، وباباك سابنا، وباباك كان بيعرف ستات، وباباك كان فيجي هو في اليوم اللي بيشوفه فيه في الاسبوع يقلب الايه العكس. الراجل برضو بيعمل كده انتصارا لكرامته المهدرة الاسبوع كله، يروح رادد عليها، فتلاقي الولد مشتت، صح، ما بين هو مين فيهم اللي صح. اذا كنا ما قدرناش نبقى زوجين محترمين على الاقل نبقى اب وام كويسين. انت بتمارسي دورك كأم وانا بمارس دوري كأب بغض النظر عن ادوارنا كأزواج.